بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم من جديد، معاكم أحمد الجرنوسي. إن شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض حل مشكلة ظهور رسالة خطأ من النوع ده كده زي ما احنا شايفين بتاعت run dll. فدي من احد اصدقاء صفحة تكنو عربي على الفيسبوك، بتظهر لما بيجي يفتح الويندوز في كل مرة. فطبعا ده بسبب لان الملف ده مش موجود، وغالبا بيكون سبب المشكلة دي لما بتيجي تحذف برنامج معين بيتم حذفه شبه جزئي، يعني بطريقة غير كاملة، فبيكون ليه بعض المخلفات او بعض الملفات اللي لسه ما اتحذفتش، منها طبعا حاجات من اللي بتشتغل مع بداية التشغيل بتاعت النظام. فانت المفروض بتروح للاعدادات بتاعت الستارت اب او بدء التشغيل وبتلغي الملف ده انه يشتغل مع بداية الويندوز، وده نفس النظام كان برنامج برضو بيظهر مع بداية التشغيل المفروض ان هو اتحذف، فممكن تظهر بالشكل ده كده كلهم زي بعض. الامر بكل بساطة بقى هتيجي عند رمز الويندو او الشباك من هنا، وهتدوس على كليك يمين وتختار رن. طبعا كده كده هتشغل رن بالطريقه اللي تريحك، او ممكن من على الكيبورد بتدوس على رمز الويندو زائد حرف الار، فهتيجي تكتب هنا امر msconfig وهتدوس اوكي. فزي ما احنا شايفين فتح لنا الويندو دي، فبتختار منها ستارت اب اللي هو بدء التشغيل، فبعد كده بتدوس على اوبن تاسك مانجر. هنا في الستارت اب جايب لي كل البرامج اللي بتبدا مع بدايه التشغيل، شايفين دي برامج قد ايه، عشان كده برضو لما بتيجي تفتح الويندوز بتلاقي ان الويندوز ساعات بيتاخر معاك في الفتح، ده طبعا على بال ما بيحمل او على بال ما البرامج اللي بتبدا مع بدايه النظام او بدايه التشغيل دي بتبدا تشتغل، فبرضو ممكن تعطل اللي انت عاوزه بحيث انك تسرع النظام بتاعك في بداية تشغيل الويندوز. طبعا الموضوع ده كنا وضحناه قبل كده في درس سابق على القناة بدون اي مشاكل. هنا طبعا بتحدد البرنامج اللي انت مش عاوزه، يعني هنا على سبيل المثال الصورة دي، تمام، المفروض انك هتلاقي الملف ده هتلاقيه موجود هنا، فالمفروض طبعا بتلغيه، يعني على سبيل المثال برنامج زي البيت تورنت، تمام، ده بيبدأ مع بداية النظام، فبدوس عليه كليك يمين وبتختار ديسيبل، فبكده تكون عطلته انه يبدا مع بدايه النظام، يعني ما يشتغلش غير لما انت تروح تشغله بنفسك. نيجي هنا للرساله الخاصه اللي كانت مكتوبه بالعربي، فمن تكوين النظام ده بتختار بدء التشغيل. نشوف كده الاول الرساله كان النص بتاعها عامل ازاي. ادي نص الرساله، المسار بتاعه بي او كي كي اي، طبعا ده اللي يهمني. فبكده بترجع لبدء التشغيل وتدور على اسم اللي هو موجود ده، زي ما احنا شايفين هو نفس الاسم، فبمجرد ما بتحذف او بتشيل علامه الصح دي فالبرنامج بيتشال، فاكيد طبعا هنشيل علامه الصح علشان نلغيه ان هو يشتغل مع بدايه النظام وتظهر لنا الرساله دي. بعد كده بتدوس على تطبيق، بعد كده موافق. طبعا المفروض انك بتعمل اعاده تشغيل للجهاز بتاعك وان شاء الله الرساله دي مش هتظهر لك تاني. طيب بعض الناس اللي ممكن ما تقدرش توصل طيب بعض الناس اللي ممكن تواجهها مشاكل في الموضوع ده ممكن تستعمل برنامج سي كلينر. سي كلينر ده برنامج صغير جدا بيدير النظام بشكل اكتر من رائع، يعني في كل حاجه، في حاجات كتير جدا، فلو جيت تشغل البرنامج اهو، البرنامج طبعا هسيب لكم الرابط بتاعه موجود تحت الفيديو، كمان هسيبه لكم كامل النسختين 64 بت او 32 بت. فطبعا ادي البرنامج بالعربي، بتيجي من تولز او ادوات وبتختار منها بدء التشغيل او ستارت اب، فبتدوس على بدء التشغيل. زي ما احنا شايفين دي كل الحاجات برضو اللي بتظهر مع بداية التشغيل، لكن ده بالتفصيل بقى. برضو لو جيت حذفت برنامج ممكن تحذفه عن طريق سي كلينر لانه بيحذف البرامج من جذورها. فطبعا انت الرسالة دي بتظهر لك مع بداية التشغيل في الويندوز، فبتيجي تختار الرسالة او نص الرسالة، فبتيجي تختار المسار اللي هو بقى بيظهر لك، المسار اللي هو كان موجود هنا ده، تمام، فبتدوس عليه كليك يمين وتدوس على تعطيل او ديسيبل او بتعمل له ريموف او حذف، تمام. بعد كده بتجرب تعمل اعادة تشغيل للجهاز وان شاء الله المشكلة بتتحل بدون اي مشاكل، فبالتالي طبعا تقدر تتحكم في اي برنامج بيشتغل مع بداية تشغيل الويندوز. طريقة تانية برضو على سبيل المثال لو بتظهر لنا رسالة خطأ زي ما احنا شايفين كده فيها باك جراوند كونتينر، طبعا انت المفروض بتاخد الاسم او اسم المشكلة نفسها وبتدور عليه. بكل بساطة بتيجي تفتح الماي كمبيوتر بتاعك علشان نروح للكنترول بانل او لوحة التحكم بتاعت الجهاز. طبعا لو ظهر كده خليها الافضل، خليها لارج ايكونز او سمول ايكونز، المهم يكون ايقونات قدامنا، وهتختار منها ادمنستريتيف تولز. منها كده بتظهر بعض الملفات، فمنها بتختار التاسك سكيدولر اللي هي شكلها عامل زي الساعه دي كده، هنكبر بس الايقونات شويه، ادي التاسك سكيدولر هتدوس عليها، فطبعا بتظهر لي الويندو دي، بتيجي من على الشمال كده بتختار التاسك سكيدولر لايبراري، بتدوس عليها كليكتين تصبر شويه. هنا دي كل حاجات من اللي بتظهر مع بدايه
التشغيل بتاعت الويندوز. طبعا بالنسبه للمشكله اللي قدامي دي دلوقتي، فانا طبعا هي المشكله مش عندي، لكن هفترض معاك ان المشكله موجوده. فلنفرض ان باك جراوند كونتينر هي دي اللي بدور عليها. على سبيل المثال هنفترض بتاع السي كلينر دي هي الباك جراوند، كانها هي المشكله، بتيجي تدوس عليها دبل كليك تشغلها، فبتظهر لك الويندو دي، منها بتختار الاكشنز تالت واحده من على الشمال، وبتعلم على دي وتختار ايديت من تحت كده، فبتظهر لك الويندو اللي فيها الايديت اكشن دي. فبتلاقي هنا تحت قدام اد ارجومنتس بتلاقي كلام موجود هنا او كود مكتوب هنا، بكل بساطه بتمسحه وتدوس على اوكي. طبعا دي كفرض للمشكله لانها مش موجوده عندي، فالمفروض انك هتعمل كده وتدوس اوكي. بعد كده ان شاء الله بتجرب تعيد تشغيل الويندوز وبتلاقي البرنامج ده او المشكله دي اتحلت باذن الله. وبكده اكون وضحت كل حاجه تخص المشكله. يا ريت تجربوها وتشوفوا المشكله اتحلت ولا لا. اتمنى رب اكون وضحت كل حاجه. يا ريت في الاخر ما تنساش تدوس لايك للفيديو لو عجبك، وشيره لاصحابك علشان الكل يستفيد بمعلومه. ولو اول مره تشوف الفيديو ده من خلال القناه بتاعتنا، ما تنساش تدوس سبسكرايب او اشتراك علشان تتابع كل جديد من عالم البرامج والشروحات الجايه ان شاء الله. واشوفكم في درس جاي على قناة أحمد الجرنوسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.